كيف يستقبل الفلسطينيون رمضان وهم في خضم كارثة الحرب؟ يتهددهم شبح الجوع. أهلا بكم إلى نقطة حوار. هل هلال رمضان على الفلسطينيين في قطاع غزة هذا العام في مناخ يتهدد فيه شبح المجاعة، في غمرة استعصاء وتلاشي الآمال، في إبرام هدنة؟ 5 أشهر من حرب جردت الفلسطينيين من أدنى شروط الحياة الكريمة، حرمت كثيرين منهم من مأوى يلجؤون إليه ومن لقمة يسدون بها رمق الجوع في الأيام العادية. فكيف الآن وقد حل رمضان؟ غابت مظاهر الاحتفال العادية وحتى موائد الرحمن التي كانت تمد يد العون لأي محتاج ليس لها وجود. أطفال أسلموا الروح تحت وطأة المجاعة ولا أحد يدري ماذا بعد. الأونروا دعت لوقف إطلاق النار في رمضان لأنها تتوقع تفاقم الأوضاع، لكنها صيحة في واد. قوافل إغاثة لا تتحرك، عمليات إسقاط إمدادات جوا لا تسمن ولا تغني من جوع، ومساعٍ لبناء رصيف بحري اصطناعي لإيصال إمدادات الإغاثة لا أحد يدري متى يصبح هذا الرصيف أمراً واقعاً. فما العمل؟ كيف يستقبل أهل غزة رمضان في ظل حرب وجوع هذا العام؟ هذا هو سؤال نقطة حوار اليوم. وهل من أمل في هدنة خلال شهر الصيام؟ ولماذا تبدو نداءات منظمات الإغاثة الدولية وكأنها تذهب أدراج الرياح كل مرة؟ بإمكانكم التفاعل مع موضوع حلقة وحوار اليوم بالاتصال هاتفيا على الرقم 0044203875299. أونلاين تفاعلوا مع حوارنا على موقع bbcarabic.com أو على صفحات نقطة حوار على المنصات والمواقع المختلفة. سنبدأ كالعادة بإطلالة على مشاركاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، واتساب، منصة إكس. البداية مع ماهر رسلان الذي يتساءل ويقول: للأسف لا يختلف الأمر عليهم كثيرا على الفلسطينيين، فهم صائمون منذ بداية الحرب والعرب يشربون الكأس على قبور الشهداء. مشاركة أخرى من محمد علي العبيد الذي تفاعل مع نقطة حوار عبر واتساب قائلا: يستقبل أهل غزة شهر رمضان المبارك باستمرار الحرب الإسرائيلية العبثية وبنقص الخدمات وشبح الجوع. إذن هذه بعض النماذج من أرائكم. واصلوا التفاعل مع موضوع اليوم على صفحاتنا ومنصاتنا المختلفة لأننا عائدون إليها لاحقا في البرنامج. في البداية وكالعادة يسرني أن أرحب بمجموعة من المتفاعلين مع الحوار عبر تقنية الزوم. معنا من السويد المواطن الفلسطيني عبد الناصر النمس، وهو ناشط يتحدث باسم الفلسطينيين المغتربين. ومعنا أيضا كما تشاهدون على الشاشة حمدي حسنات مدير مركز إيواء نازحين في دير البلح، ربما يحدثنا بواقع الحال في أول أيام شهر الصيام. قبل أن نتفاعل معهما، إليكم هذه العينة من آراء، من انطباعات مواطنين فلسطينيين في قلب مكان الحدث. أصحابها أو بعضهم يصفون كيف يستقبلون شهر الصيام هذا العام في أجواء الحرب والجوع. والله شهر رمضان استنى علينا حزن يما، والله مستقبل شهر رمضان في الخيام، لا أكل زي الناس، لا شرب زي الناس، لا غزة زي الناس، ولا حاجة ولا حاجة ولا إشي، كيف نستقبل يعني؟ شهر رمضان بنستقبل الحين بعلبة فول وعلبة فاصوليا وعلبة بزيلة. رمضان اللي فات كنا نشتري لحم ونشتري دجاج، الحين كيلو اللحم مش عارفين لحم ايش، لحم كلاب، لحم خرفان، مش معروف. احنا بدنا اشي يعني نستقبل شهر رمضان، شهر رمضان مش عارفين ايش بدنا نستقبله. مش الاكل متوفر، فيش يعني احيانا توفر علبة فاصوليا، علبة بزيلة بس. رمضان الفات كان الواحد يعني يشتري، كان متوفر جاجي إيش إنك تشتري، حين ما في إيش متوفر، وضع صعب كتير كتير علينا، ما في أي حاجة وكلياته خوف،
وخوف من الطيران، خوف من الوضع. رمضان كتير صعب عنا هاي المرة، يعني كتير كتير أوضاعنا صعبة. بالنسبة لنا عمري اليوم 70 سنة، أسوأ رمضان مر علينا. لأنه رمضان فيه شهداء، فيه ناس خيام، محدش حد في بيته، الناس شردت، الناس بهدلت، الناس عايشة في فقر، في فقر مدقع. الناس عايشة اليوم في أسوأ رمضان مر عليها. رمضان لازم يكون فيه فرحة، فيه شرحة. الأطفال عايشين كأنه الواحد يتيم، بين أهله كأنه حاس يتيم. مش رمضان اللي تعودنا عليه في حياتنا يعني. هذه إحنا الزينة هي من طقوس شهر رمضان، فإحنا متعودين على في بيوتنا نعمل زينة زي هيك، فبنحط يعني زينة رمضان عبارة عن فوانيس مضيئة، أحبال زينة مضيئة. فاليوم هذا الإشي كله مش موجود، ومش موجود كهرباء، فإحنا اليوم بنعمل هذه الشغلات يعني لنفرح أطفالنا في شهر رمضان. إيش نستقبل منه؟ إيش اللي إشي أرامل وإشي شهداء وإشي محابيس وإشي مخل وإشي أطفال ماتوا وإشي نسوان حب الراحل؟ من وين يا خالة؟ إيش نستقبل في رمضان المحرومين؟ محرومين دورنا، محرومين حالنا، محرومين عيالنا، محرومين أولادنا. من وين يا خالة نستقبلهم؟ تعبير الحرمان. حمدي حسنات، أنت مدير مركز إيواء في دير البلح، ولابد أنك تقابل كثيرا من مثل هذه السيدة التي قالت من وين يا خالة، بمعنى فيش أي مصدر للإمدادات. ماذا تفعلون في مراكز الإيواء؟ هل ثم حد أدنى من الموارد بإمكانكم أن تساعدوا الناس به؟ يسعد مساك ويسعد مساء جميع المستمعين. يا أهلا. يعني أنا بأشرف على مراكز الإيواء في دير البلح تحديدا، على أكثر من مركز. من ضمن المركز في 1450 أسرة، يعني ما يقارب فوق 13,000 فرد. يعني اليوم إحنا استقبلنا أول أيام شهر رمضان المبارك، وإحنا حقيقة صار لنا تقريبا 30 يوم ما قدرنا نقدم لهم ولا شيء، لعدة أسباب. منها المساعدات بتوصلش، في مشكلة في المعابر، والمشكلة الثانية أن المساعدات اللي بقت تيجي في الفترة اللي فاتت بقت تتوجه على غزة. اليوم إحنا أول يوم في رمضان، يعني بجهود صعبة 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 قدرنا نعمل في المطبخ اللي هو عندنا بخدم الإيواء اللي في 1450 أسرة، قدرنا نعمل طبخة المعكرونة. الناس متعودة تستقبل رمضان بأول أيام، ويكون في سفرة كبيرة عليها اللحوم، وعليها بأنواع اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، عليها اللي هو الفطير، عليها الحلو، عليها. اليوم الناس استقبلت شهر رمضان، يعني أنا على اللي شفته، الشاهد اللي شفته على صحن معكرونة ما فيش عليه يعني الخضار، ما فيش بروتين. إذا بدنا نحكي بالحاجيات الغذائية الأساسية، هذا من جهة الطعام. المشكلة الثانية اللي واجهتنا اليوم إنه المأوى كله فتح عبارة عن بيوت عزاء، الأطفال فقدين أبياتهم، مش موجودين، سواء مفقودين سواء مستشهدين، الزوجات ما حنش أزواجها. يعني أنا من شوية وصلت للبيت عشان أشبك النت، كانت عبارة عن مناخ. يعني أنت قاعد تفطر كأول يوم في رمضان، وأنت ما عندكش والدك، أنت ما عندكش أخوك، أنت ما عندكش أقاربك، ما عندكش أصدقائك. فكان أجواء من الحزن تعم كل الإيواء، وأنت شايف يعني لا في معابر بتدخل أكل، لا في بشكل منضبط وشكل منظم، الوضع كارثي. الناس بتفطر قاعدة على العتمة، ما فيش إنارة إنك تضويلها تشوف، ما فيش فيها تروح بعد ما تخلص تتوضى وتصلي، ويكون أجواء طقوس رمضان. الحال صعب والهم كبير، وإحنا كنا نتمنى أنه يصير هدنة ووقف إطلاق النار خلال الشهر المبارك، لكن للأسف الهم والغم على الشعب الفلسطيني مكتوب عليه منذ الأزل، أنه لازم يظلوا حزين، لازم يظلوا الهم والأزمات والمشاكل سنة بعد سنة، وكل مرة بتكبر الأزمة. طيب. هي الوضع. أشكرك حمدي، أشكرك على هذه الصورة اللي رسمتها لنا، لأنه كثار بيحبوا
بيتمنوا لا يكونوا مع الناس يتضامنوا معهم. سأرحب طبعا بإسراء غنام التي انضمت إلى فريق المتفاعلين عبر الزوم، لكنني سأتحول الآن إلى بيت لحم لأرحب من هناك بالأستاذة ريهام جعفري، وهي مسؤولة المناصرة والتواصل في منظمة أكشن أيد، منظمة أكشن أيد الخيرية فلسطين، هكذا تعرف. مرحبا بك سيدتي. ما هي الصورة؟ أنتم منظمة تعمل، منظمة إغاثة، منظمة مساعدات، ما هي الصورة عندكم؟ هل بيدكم شيء تفعلونه؟ لأن الحال في غزة فوق غير العادي. أهلا بك وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لضيوفك ومتفاعلينك الكرام. الصورة كما رسمها ضيفك ومن غزة هي صورة قاتمة جدا لكل المؤسسات التي تعمل في غزة. المشكلة هي سياسية بامتياز، لا بد أن يكون هنالك وقف إطلاق النار. المساعدات الغذائية يتم إعاقتها ومنعها من إيصالها إلى من هم بحاجة إليها في قطاع غزة. عادة سكان غزة كما معتدين وكجزء من الفلسطينيين وكباقي المدن الفلسطينية، غزة كانت تعج بالأضواء والزينة والتكبيرات والاحتفالات والتعداد الموائد من الأسماك من الخضروات ابتهاجا بهذا الشهر الفضيل. لكن هذا العام هو عام حزين، ممزوج بالفقدان وممزوج بالمجاعة وممزوج بالحرمان. فحتى لو توفر الغذاء هنالك مشاعر الفقدان لدى الأسر الفلسطينية لا توجد. أستاذ ريهام، طبعا معروف لهذه يعني بريفمنت أو نوع من مصيبة إذا شئتي، مثل مصيبة بكل معاني الكلمة، لكن أريد أن أكشن إيد يعني هي تآلف أو ائتلاف من منظمات بإمكانه أن يستقطب جهود مختلفة. ماذا تفعلون في مثل هذا الظرف؟ أم هل أنتم عاجزون تماما عن فعل حد أدنى؟ حاولنا ونحاول، حاولنا منذ بداية الحرب ونحاول ونستمر في استجابتنا الإنسانية الطارئة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة. عملنا على تزويد بعض الوجبات الساخنة، بعض المساعدات الغذائية، بعض المساعدات المالية الطارئة. عملنا على بناء وحدات صحية للنساء في منطقة رفح في مخيمات النزوح لخلق مساحات آمنة للنساء. عملنا على توفير بعض المستلزمات الشتوية، وهنالك استمرار لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتأثرين والأطفال المتأثرين بهذه الحرب. ولكن أود أن أؤكد هنا أيضا أننا نحن مكبلين بمحدودية المساعدات المتوفرة في قطاع غزة وتوفرها لدى الموردين. عملنا نعمل ونواصل عملنا، ونعمل أيضا على دعم مستشفى العودة، وهو المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة الذي يقدم خدمات الأمومة للنساء الحوامل. ولكن نحن أيضا يتم إعاقة عملنا من خلال توفر هذه المواد في أسواق قطاع غزة من خلال قطاع أستاذ ريهام. أستاذ ريهام، طبعا شهر رمضان مرتبط بطقوس، باحتفالات، والطعام عنصر مركزي فيه. هل ترقبتم، هل تحسبتم لمناسبة رمضان؟ أم من هذا الوضع الميداني العسير الصعب يلغي حتى مجرد التفكير في ما يحتاجه المواطن الفلسطيني العادي في رمضان؟ نحن نحاول وسنقدم، نعمل على توفير بعض الوجبات ضمن رمضان، ولكن لا نعلم أي أيام سيتم تنفيذها، لأننا ننتظر دخول هذه المواد الغذائية والسلات الغذائية واللحوم إلى قطاع غزة. أنت تعلم أن هنالك محدودية للمساعدات وعدم توفر الوقود للشاحنات وللمواد وغاز الطهي. نحن كما قلت نستجيب منذ اليوم الأول للحرب، وفي رمضان لدينا أيضا خطة للتدخل ومواصلة عملنا، وخاصة في مجال توفير المساعدات الغذائية والوجبات الساخنة. ولكن هذا ليس لدينا وقت محدد، في حال توفرها من الموردين سنبدأ بتنفيذها حالا. شكرا ريهام جعفري، ابقي معي سيدتي، لأنني سأدعو الآن ريهام المناوي وهي ناشطة مجتمعية تنضم إلينا من قطاع غزة. ريهام، هل تلمسين أي أثر لهذه الجهود من قبيل ما تحدثت به الأستاذة ريهام جعفري؟ مستمع الصوت مخرج أوضح؟
هلا سامعك واضح، هل سمعت السؤال؟ عيد السؤال ممكن؟ ايه طبعا. هل بتلمسي كناشطة مجتمعية اي ملامح لجهود لمساعدة المدنيين الفلسطينيين في معاناتهم من الجوع خاصة في شهر رمضان من قبيل ما حكت عنه الأستاذة ريهام جعفري من أكشن إيد؟ تمام، من المساعدات بتجي لنا احنا، المساعدات احنا عنا في وضعنا في دير البلح كثير كثير سيء، المساعدات بتيجي ولكن مش بكمية المتوفرة وكمية يعني الكبيرة، ولكن في المواطنين اللي تعون دير البلح هم اللي بياخذوا المساعدات. عفوا لم اسمع التفصيل الاخير، من هم اللي بياخذوا المساعدات قلتي في الاخير؟ اصحاب المناطق دير البلح، رفح، خان يونس، المصيرات، لكن النازحين ما بياخذوا الدعم الكامل، بياخذوا جزء منه. والسبب في نظرك ايش هو؟ هل هو تنظيمي ام اعتبارات اخرى؟ من كل النواحي، من جميع النواحي، تنظيمي، وممكن كمان اهالي المناطق هم اللي بيستولوا على المساعد وهم سيطروا، لانه احنا غربة بالنسبه لهم. صح احنا فلسطينيه ولكن كان زيهم ضمن اغراب. طيب شكرا ريهام، سأعود إلى ريهام جعفري، لعلك أصغيت إلى ما قالته ريهام وهي ناشطة مجتمعية تتحدث عن بعض ملامح عدم التنظيم أو عن استئطار جماعات ربما دون غيرها بما تيسر من إمدادات الإغاثة. إلى أي حد هذه القضية تشغل أكشن إيد مثلا؟ ما يشغلنا في أكشن إيد هو عدم وصول لوقف إطلاق النار. ما يتطلبه الفلسطينيين حاليا في قطاع غزة وقف إطلاق النار لتنظيم المساعدات وضرورة إدخالها لجميع مناطق قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات بكميات كبيرة وإغراق الأسواق وتدفق المساعدات داخل أسواق قطاع غزة. المؤسسات تحاول وتنظم جهودها لتوزيع المساعدات، وهنالك تنسيق متكامل بين المؤسسات لإيصالها ولضمان عدم ازدواجيتها، ولكن أحيانا استهداف القوافل الإنسانية، إطلاق الناس على الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية، هو ما يعيق عمل المؤسسات الدولية في قطاع غزة. كما لاحظنا خلال الأسابيع الماضية تم استهداف الناس السكان وهم ينتظرون المساعدات وإطلاق النار عليهم، إضافة إلى منع القوافل الإنسانية من وصول إلى مناطق شمال قطاع غزة. فالمطلوب لضمان الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة هو التوصل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وبشكل عاجل. شكرا لك ريهام. سأعود الآن إلى المتفاعلين. إسراء غنام، أنت ناشطة مهتمة بالشأن الدبلوماسي والسياسي، هل بقي في قطاع غزة الآن في ظل هذه الظروف أي مجال للتعامل مع هذه التحديات الميدانية؟ ريهام قبل قليل قالت أنه في قدر من الإمدادات بيوصل بيدخل للفلسطينيين محتاجينهم ربما في أول أيام رمضان، لكن هناك مشاكل تنظيمية أو مناطق دون مناطق، لماذا فيش تنسيق لإيصال الإمدادات إلى الكل؟ يعطيك العافية عزيزي، رمضان مبارك عليكم جميعا. يعني شهر رمضان المبارك هذا العام بعد مرور 5 أشهر من الحرب المتواصلة على أهلنا في قطاع غزة، يعني أعتقد أن الصورة واضحة، أمعائهم خاوية فعلا لكن أمعائهم مليئة بالكرامة. أهل غزة وكمان أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعتقد أنهم أيضا يعانون من شح أيضا المواد الغذائية والمعاملة السيئة. فإذا أيضا إذا نريد أن نتحدث عن معاناة الفلسطيني بأي مكان لن نتوقف، لكن قطاع غزة انعدمت لديهم مقومات الحياة، شح شديد في المواد الغذائية، وإن وجدت المواد الغذائية أيضا تضاعفت أسعارها. يعني نحن في حرب، حتى أن وجدت المواد الغذائية هناك فوضى، هناك يعني الكل متخبط ولا نلوم أحد، هذه حرب والأوضاع سيئة على الجميع. حتى أن وجدت جهود فردية لكنها غير منسقة غير مترابطة، لأنه يعني نحن في حرب. وأيضا أنا أوزع كل هذا لعجز المجتمع الدولي وعلى حمل إسرائيل على فتح المعابر،
يعني عجز واضح، عجز صريح، لا نعلم هو عجز أم هي إرادة حقيقية، لكن بعد 5 شهور فعلياً لن يستطيعوا فتح معبر إنساني لإدخال مساعدات لقطاع غزة بشهر رمضان المبارك. أعتقد يعني هزلت صدقاً، هزلت، وتكاد كل التقارير الواردة من غزة تشير أن مظاهر الفرح والسرور بشهر رمضان عفواً التي اعتاد عليها الغزيون هي فقدت بهذا العام، غير فقدانهم لآبائهم وأزواجهم وأطفالهم. يعني قطاع غزة مأساة إنسانية حقيقية. نعم. طيب عبد الناصر في السويد، هل بإمكان المنظمات الإغاثية أو حتى مبادرات فردية إنسانية أن تفعل شيئا إزاء هذا الوضع؟ أنا خليتك حتى سمعت تفاصيل من أكثر من زاوية. هل يستطيع شخص مثلك ناشط ربما تتصدر جهود الفلسطينيين المغتربين أن هل تشعرون أن بإمكانكم أن تفعلوا شيئا؟ للأسف يا عزيزي سوف أعطيك يعني مثال حي حدث قبل قليل. يعني نحن في شهر رمضان، واليوم هو أول يوم في شهر رمضان، كنا نريد فقط توفير 40 زجاجة مربى بأي نوع من الأنواع. أنت تعلم يعني في السحور يتم استخدام ليمنح طاقة للصائمين، طبعاً حاجات مسكرة. نعم. للأسف الأسواق والمؤسسات ووزارة الاقتصاد لا يتوفر عند أي شخص هذا النوع من أنواع المعلبات اللي هو المربى والسكريات لمنح الصائم طاقة نوعا ما. وهذا دليل مصغر يعطيك أو يوصل إليك مدى الكارثة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة. طيب. منذ 15 خليني أسأل أيضا حمدي حسنات باختصار. حمدي حسنات، ريهام عبر الهاتف قبل شوي من قطاع غزة تحدثت عن أنه ما تيسر من الموارد في صعوبة في ربما فوضى، أو لست أدري لأنه أنا مش موجود هناك، ربما تقول لي ما هي الصعوبات العملية التي تحول دون توزيع ما تيسر من المساعدات بشكل متوازن حتى لا يشتكي أحد؟ الآن الصعوبة الأساسية هي الموقف السياسي والأزمة السياسية اللي هي الموجودة في وقف الحدوان أو هدنة أو عدم وقف إطلاق النار. الآن هذه المشكلة الأساسية في تدفق المساعدات. المشكلة الثانية إنه أنت في بلد في شيء جهة قانونية أو جهة نظامية أو حكومية تضبط العملية. الآن أنت في كل شارع، في كل منطقة، في خيمة، في أسر نازحة، في كل بيت في 10 أسر. فهذا الموضوع كيف أنت بدك توصل للناس، كيف بدك تفوت بياناتكم، كيف بدك تنظم العملية إنه يستفاد المرة ما يستفيدش المرة القادمة، أو اللي ما يستفيدش المرة له الأولوية يستفيد. هذه العملية غير منظمة، في مشكلة ما بين المؤسسات الدولية. يعني أنت تعرف عندك مركز لواء في دير البلح أو في رفح، أو تيجي الأكشن إيد بتستهدفه، بتيجي الأوكسفام بتستهدفه، بالمقابل في مركز جنبه بيستهدفوهوش لانه فيش عمليه تنسيق ما بين المؤسسات الدوليه وين انا بتستهدف او انا بتستهدف. طيب هل معنى هذا انه بضلش في على الارض سلطات تساعد هالمنظمات انها تعمل شيء؟ الان البلد كلها مغيبه، كل الدوائر الحكوميه واقفه. انت بتقدرش يعني انت لو عندك حدا هويته مفقوده في العدوان تقدرش تجيب رقم هويته او تجيب سند اصلي للهويه تبعته، هي البطاقه القوميه تبعته. هذا مولود جديد، عند حدا بتقدرش تثبت انه عندك مولود. اوكي. فهذه المواضيع كلها عامله ازمات، بالاضافه لموضوع تامين المساعدات ووصولها للفئه المستهدفه. اشكرك لما تيجي من اشكرك حمدي، اشكرك جزيلا. عوده الى ريهام الجعفري. ريهام، هذه ايضا مشكله جديده اللي هي انه ما فيش هياكل اداريه، فيش سلطه. هل بوسع منظمات اغاثه ان تفعل شيئا لضمان أنه توصل المساعدات للجميع؟
هنالك مجموعات عنقودية تقودها مؤسسات الأمم المتحدة تنسق المساعدات في قطاع غزة، مثل مجموعة الغذاء، مجموعة المساعدات المالية الطارئة، حتى نضمن عدم ازدواجيتها وعدم وشمولها أن تشمل جميع الكل يعني هنالك، ولكن نحن في حالة حرب، فمن المعقول أن يكون هنالك بعض الخلل أو بعض هنالك بعض الأخطاء، ولكن هنالك تنسيق متكامل ما بين المؤسسات الدولية غير الحكومية والمؤسسات الأممية وحتى الشركاء المحليين الذين يعملون على أرض الواقع في قطاع غزة. ولكن نحن في حالة حرب، أحيانا سوء قطع شبكات الاتصالات، استهداف شبكات الاتصالات له الأثر الكبير في إعاقة إيصال المساعدات، وخاصة المساعدات المالية نتحدث هنا، قد لا تصل إلى من هم بحاجة إليها بسبب انقطاع شبكات الاتصالات، عدم قدرتهم على الوصول إلى الصرافات الآلية أو حتى وصولهم الرسائل الإلكترونية التي تفيد بحصولهم على هذه المساعدات. لضمان استجابة متكاملة، استجابة إنسانية من قبل المؤسسات لابد من فتح الطرق، وهذا يتطلب إدخال معدات إلى قطاع غزة، إدخال الوقود للمعدات، وقف إطلاق النار، وإصلاح شبكة الطرق، وإدخال المساعدات بشكل كبير. هذه العوامل الأساسية المطلوبة لضمان إيصال المساعدات إلى من هم بحاجة إليها في قطاع غزة في الوقت الحالي. جزيل الشكر ريهام جعفري، مسؤولة المناصرة والتواصل في منظمة أكشن إيد فلسطين، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. إطلالة أخرى الآن على مشاركاتكم التي وصلتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. نقرأ كما كتب أبو فؤاد عما قدمته الدول العربية لسكان غزة لتخفيف مأساتهم في الشهر الفضيل. يقول أبو فؤاد: خذلان الأنظمة ودعاء الشعوب، هكذا يعلق. وعلى فيسبوك أيضا يقول جواد أبو علاء: إن التعاطف عن بعد لا يفي بالغرض ولا يسد الجوع، مضيفا: المطلوب من العالم هو إيقاف هذه الحرب وإعادة إعمار غزة، وهذا أدنى المطالب. آخرون داروا في فلك أبي جواد، مثل سرقبون الذي طالب عبر فيسبوك بالكف عن الكلام الفارغ، ويقول أيضا: أباء وأمهات أطفال غزة لا يحتاجون إلى تعاطفكم، بل هم بحاجة إلى دعمكم وإلى دعم من زعماء عرب. أم صفوان تقول: إن الدول العربية قدمت التالي لتخفيف مأساة سكان غزة في شهر رمضان: المسارح، الفنانين والفنانات، والرقص والغناء بنبرة ساخرة طبعا. مشاركة أخيرة من حمدي الذي كتب على فيسبوك مباركا سكان غزة، يقول: رمضان كريم لأفضل بشر على كوكب الأرض، رمضان كريم لأهل الصبر والثبات، رمضان كريم يا أهل غزة وكل فلسطين. نعود إلى المتفاعلين عبر تقنية الزوم. لا تزال معنا إسراء غنام. إسراء، عفوا، تناغمت مع الأستاذة ريهام في أنه نحن في مرحلة حرب، تصير مشاكل أو عراقيل تنظيمية. السلطة الوطنية الفلسطينية، أنت في رام الله، السلطة الوطنية الفلسطينية أليس بيدها شيء؟ في النهاية هي الجهاز، هي الأداة الرسمية التي تتحدث باسم الفلسطينيين في هذه المرحلة، أليس بيدها شيء لتقديم الحد الأدنى؟ لماذا على الفلسطينيين أن يعانوا في أول أيام رمضان مثلا؟ عزيزي، يعني نحن هنا في حالة حرجة جدا، نحن تحت احتلال إسرائيلي. أنا الآن برام الله وأتنقل بين مناطق الضفة الغربية بصعوبة جدا. يعني الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك شدد إجراءاته ونشر اليوم 23 كتيبة عسكرية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. عن أي سلطة تكلمني؟ يعني لا يوجد هناك أي تحكم بأراضينا الفلسطينية، نحن نعيش في أراضي محتلة. يعني لا أريد أن أجلد أحد أو أن أضع عبء على أحد، لكن نحن تحت احتلال فعلي وحقيقي. إذا أنا أريد أن أتنقل من بين الخليل ورام الله، أنا أمر بأكثر من حاجز، أنا أمر بأكثر من تفتيش، وممكن أي شخص كمان مثلي، سواء من السلطة أو من المواطن العادي. فنحن هنا تحت احتلال جميعنا،
تحت احتلال عنصري وتحت نظام أبرتايد. آسفة أني أقول هذا الكلام، لكن هذا واقعنا الفلسطيني. نحن آسفين لأننا لا نستطيع أن نقدم لأهالينا بقطاع غزة أي شيء إلا الدموع. يعني اليوم نحن كنا نفطر على مائدة الإفطار ونحن نتطلع إلى الأخبار، هناك دموع، هناك حسرة، هناك ألم، لكن نحن تحت احتلال إسرائيلي. يعني عفواً، إذا الدول العربية المستقلة لا تستطيع تقديم شيء، نحن تحت الاحتلال هل نستطيع تقديم شيء؟ لا أعتقد. شكرا جزيلا لك إسراء. ومن رام الله سأرحب الآن من القاهرة عبر خدمة زوم بالدكتور عدنان أبو حسنة، وهو المستشار الإعلامي لوكالة غوت وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين. مرحبا بك دكتور عدنان. ما الذي بوسع الأونروا أن تفعله عندما تدعو إلى وقف لإطلاق النار في شهر رمضان؟ أنتم توقعتم أن يكون الوضع سيئا، ما هو الوضع؟ كيف يمكن أن تصفه لنا؟ طبعا يعني المفارقات الغريبة. اليوم كنت أتحدث مع مواطن فلسطيني في شمال قطاع غزة وقلت له كيف ستتدبرون أموركم في شهر رمضان؟ قال نحن بالأصل صائمون. يعني إذا كنتم في رمضان هي وجبتين، يعني وجبة الإفطار والسحور، نحن نتناول وجبة قد تكون علف حيوانات أو تكون وجبة الخبيزة أو كل ثلاثة أيام، يعني هذا هو واقعنا. لذلك بالنسبة لمنطقة شمال قطاع غزة أنا أعتقد أنه الطقوس ستغيب، الموضوع النفسي أيضا سيكون له تأثيرات خطيرة في ظل يأتي هذا الشهر، هناك عشرات آلاف القتلى والجرحى، البيوت مدمرة، كل شيء انتهى تقريبا، المكان لم يعد يصلح للحياة. ولكن في جنوب قطاع غزة طبعا الأوضاع هي أوضاع سيئة، ولدينا خشية فعلا أن ينتقل ما يحدث في الشمال إلى الجنوب. اليوم في على موعد الإفطار مثلا سؤال مركزي، ماذا سيفطر الناس؟ يعني في النهاية الأونروا يعني وزعنا، أعطيك مثلا بسيطا، لأن عدد الشاحنات الذي يدخل إلى قطاع غزة الآن تقريبا هو نصف ما كان يدخل، يعني في فبراير عدد ما دخل من الشاحنات هو نصف ما دخل في يناير. يعني بيضتين مثلا لعائلة من ست أفراد أو بعض قطع من الخبز أو معلبات أو بعض المياه، هذا هو ما يدخل وهذا ما نوزعه. يعني نحن موجودون، سنواصل العمل لأنه لا بديل على الإطلاق. الأونروا هي الوحيدة التي بقيت في قطاع غزة. متفائلين دكتور عدنان في ضوء هذه الأنباء أن بعض الدول على الأقل عادت إلى تمويل الوكالة، كندا والسويد مثلا. بالتأكيد، نعم بالتأكيد، يعني هذه الدول رح يعطي هذا الكلام نتائج فورية أم علينا أن ننتظر طويلا؟ لا، يعني النتائج الفورية طبعا هذه تحتاج وقت، ولكن هناك نتائج مهمة جدا، أنه هذه الدول تعيد الثقة في الأونروا، في تفويضها، في عملياتها، في مستقبلها الذي أرادوا لهم أن تسحق هذه الأونروا خلال الفترة الماضية. ويبدو أن العديد من الدول أدركت بأن المناداة بتصفية الأونروا وتفكيكها تجاوزت موضوع الحيادية وتجاوزت موضوع أن يكون هناك 12 موظفا في الأونروا. هناك ادعاءات لم تثبت بعد بأنهم شاركوا في أحداث 7 أكتوبر. الموضوع أصبح موضوعا سياسيا بامتياز، يجب تفكيك هذه المنظمة. هناك أعتقد وعي من بعض الدول المانحين، نأمل أنه في خلال الفترة القادمة عندما تقدم لجنة التحقيق الأممية نتائج التحقيق للجميع أن يروا نعم. ما الذي فعلناه طيب. نحن إلى السنوات هذا الماضية. هذا موضوع ثاني، عندي أسئلة كثير مهمة أخرى، لكن خلينا نسمع دكتور عدنان، خلينا نسمع من عبد الله حمدي وهو مواطن فلسطيني نازح في رفح. مرحبا بك عبد الله. مرحبا بك سيدي. ما الذي إيش ممكن تحكي لنا عن ظروفك اليوم؟ كيف استقبلت رمضان؟ هل عندك وجبة طعام اليوم؟ أهلك، أسرتك، إذا إليك أسرة؟ أنا سمعت مداخلة الأستاذ عدنان أبو حسنة بارك الله فيه،
شرح انه وزعوا بطين لكل 5 أو 6 أشخاص، بس ما شرح انه لهم 7 أيام أو 8 أيام ما سلموا شيء للمواطنين. يعني البطين لو بدك توزعهم على 7 أيام ما مش حيكفوا ربع بني آدم. فالحمد لله احنا اليوم استلمنا بيض منهم، وعلى فتات ما يزيد من بقايا المستشفيات او المؤسسات او ما يجوز به اهل الخير ان بقي في الوطن شيء او في الجنوب شيء، ولكن ما يصبرنا هو حال اهلنا في الشمال. عندك من وين انت نازح في رفح؟ من وين جيت على رفح يا عبد الله؟ من حي شجاعية، من مدينة غزة، المدينة من مدينة، من مدينة غزة إلى جنوب القطاع اللي هو ما منطقة رفح، حي الجنينة بجوار مستشفى النجار. طيب خليني أرجع للدكتور عدنان. دكتور عدنان، أنت أيضا عبد الله مواطن عادي نازح وحامل هم أهل الشمال، شو القصة في الشمال يعني لمن لا يعرف؟ اولا يعني اريد كل ما تحدث به عبد الله هو صحيح. للاسف الشديد تمر ايام طويله لا نستطيع ان نوزع اي مواد، لذلك انا قلت ان هناك خشيه من ان ما يحدث في الشمال يحدث في الجنوب. بالنسبه لاوضاع الشمال، نتحدث عن مئات الالاف من الفلسطينيين، مئات الالاف كلهم بلا استثناء من الجوع، يعني حتى علف الحيوانات لم يبقى. يعني حاولوا نوع من التحايل، يعني أن يكون هناك خبز شبيه للخبز العادي من خلال علف الحيوانات، حتى هذه المادة لم تعد موجودة، والحيوانات نفسها تموت قبل البشر يعني في تلك المنطقة، رغم أن لا أحد ينتبه إلى هذه القصة. طبعا المياه الملوثة في شمال قطاع غزة كلهم بلا استثناء يشربون مياه ملوثة، وهذا أدى إلى أننا نتحدث الآن عن أكثر من 95% من سكان منطقة شمال قطاع غزة ومن المرضى أو أصيبوا بدرجات معينة من المرض خلال الفترة الماضية، يعني سوء تغذية مع أمراض. ما قلته يكفي. الشطر الشمالي من القطاع، تذكر كان في قافلة يتيمة أجت من الأردن، أليس من وسيلة عبر الأونروا أو عبر أي وكالات أممية أخرى للتعامل مع هذا الموضوع، خاصة أن أي مجهود يقوم به الأردن بيكون عنده مصداقية مع الإسرائيليين، فهمت علي كيف؟ يعني لماذا لا يتحرك أحد لمساعدة أهل الشمال في القطاع؟ يعني إسرائيل لا تريد للأونروا أن تعمل في شمال قطاع غزة، رغم أن إسرائيل تعرف أن الأونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني. لدينا 13,000 موظف في غزة، مئات العربات والشاحنات والمؤسسات، لدينا الأسماء. يعني بالنسبة للأردن، الأردن له دور كبير بصراحة في قطاع غزة، هناك المستشفى الأردني 1، مستشفى الأردني 2، هناك قوافل الإغاثة، والأردن قام بإسقاطات من الجو طبعا. يعني طبعا. لو أن الطريق كانت ممهدة للدخول البري على سبيل المثال لما تم الإسقاط من الجو. هناك عراقيل كبيرة، رغم أن الإسقاط الجوي على الإطلاق لا يمكن له أن يغني إطلاقا عن دخول المعابر عبر المعابر. هذه نقطة مهمة دكتور عدنان، أريد أن أستفيد من الوقت معك. الآن في نهاية المطاف وكالة الأونروا وكالة تركز على غوث المواطن الفلسطيني، فكرة هذا الرصيف الاصطناعي في عرض بحر غزة كيف تنظر إليها الأونروا؟ هل تتأمل منها شيئا؟ هل هناك في هذا الاقتراح ما يدعوكم للتفاؤل؟ يعني نحن مع أي طريقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، من الجو، من البر، من البحر، ولكن هناك سؤال مركزي، كم من الوقت سيأخذ هذا الرصيف؟ 60 يوم؟ 90 يوم؟ سيأخذ خلال هذه الفترة؟ ما الذي سيحدث لسكان شمال قطاع غزة وسكان الجنوب؟ هل سيموتون جوعا؟ كيف سيتم تدبير الأمور خلال الفترة القادمة؟ والسؤال الأهم، عندما تصل أو يكون هذا الرصيف موجودا والمساعدات، ما سينظم دخول هذه المساعدات؟ هل سيترك الناس هكذا يعني يهجمون على المكان أو ينتظرون بمئات الآلاف دخول بعض المؤن على سبيل المثال؟ يعني هذه الأسئلة برسم من يصمم. وشفنا بعض مظاهر الفوضى. نعم هذا صحيح، وهي فوضى في النهاية القادر على المناكفة والجري
طيب. يأخذ، لكن ماذا بالنسبة للعاجزين والجالسين في بيوته؟ نعم العاجزين والمرضى. وعبد الله حمدية النازح في رفح لا يزال معنا عبر الهاتف. أنت إذن مواطن في قلب الحدث يوميا، ما يتيسر من الموارد، ما تيسر من الموارد للفلسطينيين في مستهل شهر الصيام، هل أمكن الوصول إليه؟ لأنه الدكتور عدنان تساءل حتى إذا أقيم رصيف ودخلت إمدادات إغاثة بأحجام وأعداد كميات كبيرة، كيف يصار إلى توزيعها؟ بتتوزع الأشياء بسلاسة عبد الله؟ أخي عن طريق المدارس، أنا نازل في جوار مدرسة ومسجل في مدرسة داخل ضمن مدارس النوروا. ما يتم توزيعه داخل المدرسة صدقا بالعدل، ولكن لا يكفي، ما يتم توزيعه طوال الأسبوع لا يكفي لوجبة شخص واحد في يوم، وجبة شخص في واحد في يوم. ما يتم دخوله يعني عن طريق بعض المؤسسات الأخرى أو دخوله ما نراه في الأسواق السوداء أكثر مما يوزع بمليارات. يعني أنا بتم توزيع علي علبة فول كل ثلاث أيام، علبة فول مع زجاجة مية أو لفة محارم، لكن كراتين الفول اللي في السوق المسكرة مثلا أو كراتين البسكويت أو كراتين أي كراتين مواد، من وين بتيجي؟ كيف تيجي؟ إذا أنا بتوزع علي أنت علبة، أنا من وين تيجي هذه اللي في السوق؟ علبة مسكرة زي ما هي. السكر أنا عشان أشرب ابني كوباية شاي لازم أدفع $100 $50؟ كان الله في العون. السكر الواحد يوصل $30 عندنا في رفح. نعم كان الله في العون عبد الله. سأعود إلى ضيفتي يعني من رام الله. أنا في شهر رمضان أطعم ابني سندوتش فلافل مع كأسرة مكونة من 5 أشخاص، سندوتش فلافل مع كاسة شاي لازم أدفع $70. إسراء غنام في رام الله، سأعود إليك مرحبا مجددا. أنت تحدثت عن أنه هناك طبعا إجراءات، هناك إغلاقات منذ اندلعت حرب غزة، كيف انعكس ذلك على المواطن الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية المحتلة؟ محزن جدا، والذي نسمعه مع أنه إحنا نعيش يوميا ونشاهد يوميا أهلنا، بس مش, 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 مش بقساوة الوضع في غزة. ابدا 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 ليس بقساوة الوضع في غزة، ما يعيشه أهل غزة لا، ما عاشوا أحد يعني. يعني نريد أن أنا يعني شخصيا أقول لو نحضنهم، لو نعطيهم قلوبنا، والله قليل عليهم، والله العظيم، على الرغم من المضايقات وعلى الرغم من التشديد وعلى الرغم من الحصار وعلى الرغم من الإذلال الذي نعيش يوميا في الضفة الغربية، لكن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أهالينا بقطاع غزة، استخدم معهم أدوات التجويع وأدوات تجويع أطفالهم، وذلك لتحويل قضيتنا من قضية سياسية وطنية إلى قضية خدماتية. لن تتحول قضيتنا إلى قضية خدماتية أبدا، قضيتنا وطنية فلسطينية، قضيتنا قضية انتماء وقضية أرض وقضية وطن. طيب. إسراء كمان خبريني عن المزاج العام. طبعا أنت نموذج بما كمواطنة فلسطينية كيف تشعرين إزاء المواطنين المدنيين الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالنسبة للفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، هل يمكن القول إنه يستقبل رمضان مثل العادة هذه السنة؟ أبدا، ليس هناك زينة رمضان على أي بيت فلسطيني في الضفة الغربية، وإن وجدت أنا أراهن على ذلك. زينة رمضان غير موجودة، المزاج العام سيء جدا. نحن هنا بالضفة الغربية نسير وكأننا مكعبات جامدة، يعني لا أستطيع أن أقول أننا فرحين مثل كل رمضان. المزاج العام سيء جدا، هناك مشاعر غصة ومشاعر غضب، وأيضا نتنياهو صرح بأنه سوف يضيق على المصلين ويمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك. يعني نحن بالنسبة لنا غزة عيننا الأخرى، وأهالينا بقطاع غزة هم والله العظيم يعني نريد
نريد أن نضعهم في بيوتنا، لكن نحن هنا نعيش تحت نظام عنصري، هناك جدار فصل عنصري، هناك سياسة فرق تسد. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد أن يزرع الفتنة وأن يزرع الفروقات، ليس هناك أي فروقات، نحن هنا نعيش وجع المواطن الغزي، ويا ليت أن نضعهم بأعيننا. شكرا لك إسراء. يسرني أن أرحب من بيروت بفؤاد بكر، وهو ناشط حقوقي وعضو نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية. مرحبا بك فؤاد. ما هي الزاوية التي تنظر من خلالها إلى هذه الكارثة الإنسانية بالنسبة لمواطنين مدنيين أبرياء في لجة حرب غير عادية في أول أيام رمضان؟ بالتأكيد اليوم ما يحصل في قطاع غزة تندمج تحت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أصرت عليها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. اليوم نحن نشهد حرب ممنهجة بكل ما معنى للكلمة، حرب تجويع، حرب تركيع من أجل الحصول على بعض من هنا وهناك، أو الحصول على بعض الإجابات بمعنى للكلمة. هم يريدون اليوم التالي، يريدون أن يفرضوا حياة سياسية أو معيشية صعبة على الشعب الفلسطيني من أجل الاستسلام ومن أجل الخوض في، بمعنى أن يجعل هو أن ينقلب على البيئة المقاومة، لأنه الشعب هو الذي يحتضن بيئة المقاومة، وبالتالي عندما يهدف إلى تجويعه يريد أن يثور هذا الشعب ويرفض فكرة المقاومة بكل ما معنى للكلمة. طيب، يمكن أن يكون هذا تفسيرا سياسيا للوضع، لكن فؤاد أنت كناشط حقوقي، هل تشعر أن بإمكانك أن تفعل شيئا للتعامل مع هذه المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب؟ خلينا بصرف النظر عن عما يحركها من الحسابات والاعتبارات، لأنه كل شيء معروف. بالتأكيد نحن الأسرى وليس هم، لأننا أنا إذا أمتلك حرية مطلقة، ولكن للأسف هذه الحرية تجعلني عاجزا عن إدخال شربة ماء إلى طفل يعني عطشان في قطاع غزة. نحن نتكلم هنا، ليس الفرد ليس لديه الحرية المطلقة. أثبتت هذه الحرب أنا فعلا من هم خارج قطاع غزة هم الأسرى. نحن اليوم كناشط حقوقي على كل الصعد تطرقنا إلى كل المنظمات الأمم المتحدة، كلها تصب في هذا المنحى، المساعدات سواء كانت المائية أو الجوية لا تفي بالغرض. الأمم المتحدة أكدت أكثر من مرة أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني لا يمكن استبدال أي مساعدات إلا من خلال الطرق البرية. عندما لا تزال إسرائيل تتعنت بهذه الطريقة فيجب محاسبتها على الفور، وبالتالي محكمة الجنوب أفريقيا قدمت تقريرها الذي إلى محكمة العدل ردا على التقرير الإسرائيلي الذي جاوبت عليه منذ حوالي 10 أيام. شكرا جزيلا لك فؤاد بكر، الناشط الحقوقي وعضو نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، أشكرك جزيلا. أعود إلى ضيفي دكتور عدنان أبو حسنة. قبل ما تطلع على الشاشة كنت واضع إيدك على خدك، وهي وضعية فيها تأمل وتفكير. ليس هناك أفاق لإبرام هدنة وقد هل رمضان. كيف تتوقع أن تستمر الأمور، وكيف سيحصل المواطن الفلسطيني العادي على حاجيته؟ يعني أنا كل ما أخشاه يعني في ظل خيبة الأمل التي سادت في قطاع غزة وذات في مدينة رفح، الكل كان يتوقع أن تكون هناك هدنة وأن يكون هناك وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ولكن اليوم هناك مخاوف كبيرة. قبل دقائق كان هناك قصف لأحد البيوت، وكان هناك قتلى وجرحى حتى في رمضان. يعني الموضوع بعد الإفطار، قبل الإفطار، قبل السحور، أنا أعتقد لم يعد مهما. كان هناك أمل كبير بأن سيكون هناك ضغط إقليمي ودولي
لأنه هذا شهر كريم من الأشهر الحرم، يعني من المفترض ألا يسفك ألا تسفك في دماء في هذا الشهر، ولكن يبدو أن الأمور تتجه اتجاها آخرا. عموما يعني نحن أنا أعرف أنك لا تستطيع أن تخوض في السياسة، احكي لي عن نعم. تعمل في مجال الغوث الإنساني، ماذا ستفعل؟ لأن المواطن العادي قاعد في القطاع يريد أن يتعلق بأوهن قشة أمل إذا جاز التعبير. هل في شيء للصمود، الحاجيات اليومية، الأكل والشرب؟ يعني نحن سنعمل خلال الفترة القادمة على إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية. نحن نتحرك باتجاه الضغط، باتجاه فتح معابر أخرى أيضا. يعني معبر كرم أبو سالم، هذا المعبر الذي أدخل لنا بالأمس 100 شاحنة على سبيل المثال، بإمكانه أن يدخل 500 شاحنة في ساعات، كان وهو مجهز لإدخال 800 شاحنة أيضا وحتى 1000 شاحنة. القضية تحتاج إلى قرار، بدل الحديث عن آلاف الشاحنات الموجودة على الجانب المصري وتتعثر ويتعثر دخولها بسبب آلية التفتيش الإسرائيلية العقيمة والبطيئة جدا، من الممكن إدخال هذه الشاحنات أو حتى إدخلوها في شهر رمضان، يعني من أجل احتياجات الناس 2.3 مليون فلسطيني، يعني يتم تجويعهم فعلا الآن. في النهاية هناك تعاون بيننا وبين بقية منظمات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة وحتى خارج قطاع غزة، مع الهلال الأحمر المصري، الإماراتي، القطري، السعودي أيضا، والأردني أيضا، من أجل إدخال كميات. نأمل أن ننجح في ذلك. نرجو أن يجد كل ذلك أذنا صاغية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كان معنا من القاهرة. أشكر جميع من تفاعل في موضوع نقطة حوار اليوم، سواء من المتفاعلين عبر الزوم أو عبر الهاتف. لكم أطيب تحية من فريق الإعداد والإخراج، ولكم مني أنا نور الدين زرقي الذي عدت إلى نقطة حوار مؤقتا بعد غياب، وكل عام وأنتم بخير في أول أيام رمضان. فرصة سعيدة.